اهلا 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 اي الحاج راني فرحان بزاف اللي راني عند عائلتي الحمد لله اللي خرجت الحمد لله بيان خرجت غايه شاي كنت في قلبي نتفرج هذه نتمنى نتفرج هذه لاكوب دافريك وربي ما كتب ليش نتفرج ونشكر القضاء تاعنا نشكرهم بزاف بزاف اللي قاموا بنا الحمد لله كي وصلت لبلادي عاد ريحت خاطش انا كنت في السجن في مصر ما كنتش غايه كاع كنت ما عاملونيش غايه كاع حطوا لي وجهي وعاملوني عامل ما امنتش راسي كاع انا حسيت روحي كاع درت حاجه كبيره كاع وانا ما داير والو كاع انا ورقه رفتها كيفي كي الغاشي تصورت كاع انا تصورت بها انا تصورت اخر مع تصورت التالي جيت التالي تصورت ما نبرين خلعت نبرين خلعت تحس روحي تبيني ومغطي لي وجهي وبيتوني في الحبس في مصر والله يخلف على السفاره تاعنا اللي جابهم حمزه صاحبي اللي قام راح لهم عندهم با جابهم عندهم وعاونوني بزاف جابوني المطار وهو دخلوني هنا كسموه هو الحبس الحراش والحمد لله اللي خرجت بصحتي وراني فرحان يردوني لخدمتي هذا ماني طالب من كاس افريقيا ومن بدء الحادثه تاعي انا وصديق تاعي سمير الحمد لله اللي خرج بخير وعلى خير واليوم والله اليوم عاد اليوم اكتملت الفرحه تاعي ديت كاس افريقيا انا والله كاع الناس فرحانه والله سلسال بالك انا اللي ما فرحتش انت اليوم كي خرج خويا سمير اليوم راك تشوفي وصل بين العائله تاعو وصحابه الحمد لله ونشكر القضاء تاع الجزائر زعما اللي كان زعما رد الاعتبار الاخ تاعنا سمير وان شاء الله نطلبوا منه ماشي باش هو راه خدام وماشي زعما يسوي له الوضعيه تاعه باش يولي لخدمته وزعما يولي الحياه تاعه العاديه ان شاء الله. سمعنا الخبر تاع سمير باللي انطلق الصراحه تاعه يعني كانت فرحه كبيره يعني ما نقدرش كيفاش نعبر ونقول لك عليها يعني بهذا. نطلبوا ان شاء الله يردوا لخدمته راه كبير وتشوف كاع الناس فرحوا به احنا كاع فرحنا به من ولا والحمد لله يا ربي الحمد لله اللي العداله عاونتها الحمد لله يا ربي. ونعرفوا ونشهدوا عليه باللي مناصر وفي المنتخب الوطني وانسان عاقل مولانيه وفرحنا له كي خرج وانا فرحاني كي ولا العائله تاعه وفرحوا به.